دعاء الليلة الثالثة والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر، ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله يا بديع، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهبني يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. وروى محمد بن عيسى بسنده عن الصالحين عليهم السلام قالوا: كرر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك. تقول بعد تمجيده تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله: اللهم كن لوليك فلان ابن فلان، وتقول عوض فلان ابن فلان الحجة ابن الحسن: اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وتقول أيضا: يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور،
يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. وتسأل حاجتك الليلة الليلة وارفع يديك إلى السماء، أي عند قولك يا مدبر الأمور إلى آخر الدعاء، وادع بهذا الدعاء راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، وكرره وادع به في الليلة الأخيرة أيضا.